وصل المنتخب الوطني إلى مدينة عنابة، وذلك استعداداً للقاء الذي سيلعبه هذا الخميس ضد الطوغو في منافسات اليوم الثالث من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025، حيث استقبل الأمين العام للولاية ممثلاً عن والي الولاية بعثة المنتخب الوطني بمطار رابح بيطاط. وستقام المباراة غداً الخميس على ملعب 19 ماي ابتداءً من الساعة 8 ليلاً. وينفرد الخضر بصدارة ترتيب المجموعة بست نقاط أمام منتخب طوغو ثانياً بنقطتين، وغينيا الاستوائية وليبيريا في المرتبة الثالثة بنقطة وحيدة لكل منهما. ويتأهل صاحب المركزين الأولين عن كل مجموعة إلى المرحلة النهائية للمنافسة، ما عدا مجموعة بلد المضيف المتأهلة مباشرة، والتي سيتأهل منها منتخب واحد فقط، والذي سيرافق منظم الطبعة المقبلة المقررة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير 2026.